قبل قليل وصلت العاصمة الترابية من محافظة الأنبار غربي العراق إلى العاصمة بغداد. الآن شوارع بغداد يعني امتلأت بالازدحامات المرورية بسبب توقف لحركة العجلات وكثافة طبعا كبيرة لهذه العاصفة التي اجتاحت العاصمة قبل أقل من نصف ساعة من الآن. مشاهدينا الكرام، الآن انعدام الرؤية في محافظة الأنبار وفي مدينة الفلوجة على وجه الخصوص بسبب العاصفة الترابية التي ما تزال مستمرة. الآن الساعة 9 مساء، هناك يعني هذه العاصفة يعني توجهت من مناطق غربي الأنبار منذ الساعة 7 مساء. الآن انعدام الرؤية في شوارع مدينة الفلوجة وهناك حذر من قبل السائقين في الشوارع كما تلاحظون. الآن زميل المصور الآن نتوجه بالكاميرا إلى حركة السير هنا في شوارع مدينة الفلوجة. السلام عليكم. عاصفة ترابية تجتاح محافظة أديالة أسوة بالمحافظات العراقية البقية التي تجتاحها الأتربة. اليوم هناك تحذيرات من إصابة من هذه الأتربة وخصوصا من قبل كبار السن والأطفال، ممكن هذه الأتربة تؤثر عليهم وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة. أيضا حمل أهالي محافظة أديالة الحكومة مسؤولية هذه الأتربة بعد تجريف الكثير من الأراضي ومئات الدوانم الزراعية المحاذية إلى مدينة بعقوبة والغابات التي كانت هي مصد لهذه الأتربة والتي كانت بحسب المصادر تقلل بنسبة 50% من هذه الأتربة. الآن المشاهد مثل ما ترونها، المشاهد الرؤية معدومة بالكامل لحد هذه اللحظة. أكثر من حادث حصل في محافظة أديالة وتحذيرات من قبل الجهات المعنية بعدم الخروج في هذه الأجواء، ومن الممكن أن تسبب بموت الكثير من الأهالي في حال استمرت هذه الأتربة وهذه المدى الرؤية التي لا يتجاوز المتر أو مترين. شكرا لكم.